السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم مع فيديو جديد عن سيهان فلوغ. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير البنات. المهم كما كتشوفوا اليوم راني ماشيه، راني في اوتوروت، راني ماشيه نديروا الديكور لواحد العرس، وغادي ناخذكم معايا اليوم. ها كيما كتشوفوا سالينا، المهم عدلنا لها الديكور ديالها، فين غادي تجلس العروسه ان شاء الله. الله يكمل لها بالخير والف مبروك. ودابا غادي نمشيو للمدينه وغادي ناخذكم معايا. المهم البنات كما كتشوفوا راه ديتكم معايا في واحد الحانوت سميتها دوغلاس، وهاد الماركه سميتها ان واي اكس، كتعجبني بزاف بزاف، وكندير بها بزاف الماكياج ديالي انا. مهم زويونه. وهاد الماركه سميتها سو ايفا، حتى هادي راها عندي بعدا هاد الباليتا. ومهم حتى هاد الفراجون ها عندي، ممكن نستعمل بها بزاف، وزوينه هاد الماركه. المهم يمكن اي واحد يمكن كيكون كيعرف هاد الماركه. المهم غادي ندوسكم معايا شويه في هاد الحانوت، وغادي نديكم معايا للساره واحد الديكور، واحد الحانوت كيبيع غير الديكورات. المهم نتمنى يعجبكم هاد الفيديو، ومهم بقاو معايا وغادي تشوفوا الكسوه اللي خرجت جديده، اللي دخلت جديده في عند ساره، والديكور كيكون فن فن فن، وشنو غادي نقول، واعر 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 الديكور. وبقاو معايا البنات. كما كتشوفوا راه كنوري لكم شويه د الحوايج، وشويه الحوايج اللي داروا لهم بروموسيون وداروا لهم رخاء، وزويون الحوايج، القميجات والبلوزات، ومهم بزاف د الحوايج داروا لهم بروموسيون. ومهم بحال هذيك القميجه اللي وريت لكم قبيله في الاول، هذيك راه خديتها، وخديت واحد السروال مهم جينز في البيض، خديتها معايا. مهم نقاموا لي رخاص وخديتهم، قلت علاش ما نهزهمش. شي مرات بنادم كيلقى شي حاجه في ساره، شي مرات ما كيلقاش شي حاجه، على حساب وشنو كيعجب لك والكوليكسيون اللي كيخرجوا. المهم هاد المره لقيت واحد جوج الحوايج، وعندهم الصباط، حتى الصباط زويونين، هادو عجبوني بزاف. ولكن ما لقيتش النمرو ديالي وما هزيتهمش. المهم هذا هو ديكور، المهم الحانوت نتاع الديكور اللي كيتباع غير الديكور، وبالنسبه للحوايج نتاع الدار، المهم اي حاجه، وعنده لحد شي غزال والله العظيم غزال، ولكن شويه غالي. المهم ماشي تقدري تشري اي حاجه، فقط ما شريت والو من تماك، غير دخلت شفت شويه الحوايج سمو كاين تماك وخرجنا. ولكن الحوايج زويونين، هاد الكيسان زويون واعرين كيحمقوا بعدا، وهاد الديكور والله العظيم كيحمق. ما
من تماك مشينا انا واختي ناكلو شويه على حقاش ما تغديناش، ودرنا غير شي حاجه هكاك خفيفه، واحد ساندويتش مع شويه الفريته صافي. فقط هذاك هو النهار ديالنا. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديالي، هذا فلوغ. ديروا لايك، ديروا ابوني، وما تنساوش بارطاجيو عافاك لا كانال ديالي، وخلي لي في الكومنتار وشنو غادي نوري لكم فيديو جديد ان شاء الله، وغادي نتلاقاو في فيديو جديد. بسلامه حبوباتي.